بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم في هذا اليوم ضمن موضوعات هذا المنتدى المتميز في فكرته ومادته واستشرافه. المحور الذي سعدت بأن أتحدث عنه يتعلق بمصطلح الإسلاموفوبيا. هذا المصطلح مصطلح حديث معاصر بدأ بدايته الأكثر انتشاراً عام 1997 ميلادية، وإن كانت جذوره الأولى تبدأ قبل ذلك عام 1910، لكنه لا يعطي مدلوله المعاصر. هذا المصطلح مهم في دراسته والبحث عن كافة تفاصيله. هذا المصطلح يعني باختصار هو الخوف من الإسلام، ومن ثم الخوف من المسلمين، والقلق من الإسلام، ومن ثم القلق من المسلمين. تزايد انتشار هذا المصطلح وبآثاره السلبية مع تزايد وجود المنظمات المتطرفة والإرهابية المحسوبة زوراً على الإسلام، ومع تزايد خطاب التشدد والتطرف، ومع تزايد الفجوة الدينية والثقافية والحضارية في حوارها الإيجابي مع الآخر. هذه الفجوة ضاعفت من الآثار السلبية للإسلاموفوبيا. يهمنا أن نسأل عن هذه الآثار، وسنأتي على المسببات وباعث هذا المصطلح. الآثار خطيرة إلى حد كبير. من هذه الآثار محاولة عزل الإسلام كدين عن سائر الأديان باعتباره وفق منظري هذا المصطلح دينا لا ينسجم مع عصره، وباعتباره يحمل أفكارا خطرة في توصيف منظري هذا المصطلح وداعميه أيضا عبر المنصات الإعلامية العالمية. وهذا الخطاب محمول بوصف الإسلام بأنه دين
يعشق الحروب دين، يعشق الدماء، وباعتباره في توصيف أولئك دينا كارها للآخرين، دينا رافضا لوجود غيره. ومن الآثار السلبية الإساءة البالغة لسمعة الإسلام والمسلمين، والمد السلبي المتنامي لهذه الإساءة، وبالتالي إعطاء صورة ذهنية سلبية عن الإسلام والمسلمين من خلال إيجاد أو إحداث متلازمة الإسلام والإرهاب، والإسلام والقلق من وجود المسلم، والقلق من تعايشه مع الآخرين، وأيضاً عدم القناعة والحذر من التعامل مع المسلمين عندما يتم طرح نظرية الإسلام في أي موضوع. من الآثار هو جرأة خطاب العنصرية والكراهية ومحاولة إقصاء الإسلام كدين حضاري يمكن أن يتم التعامل معه بإطمئنان وارتياح وثقة. طبعاً كلنا نعلم بأن وجود هذا الخطاب لم يعد مقتصراً على المنطقة في أو التواجد الذي انطلق منه هذا الخطاب، فلم يكن حالياً مقتصراً على الغرب، بل استخدم على نطاق واسع في العالم ككل، فأصبح حتى الشرق الأقصى يستخدم هذا الخطاب وتأثر به أيضاً من خلال الحملات الإعلامية الممنهجة، يدعمها أيضاً الفن، والفن أيضاً عمل عملاً كبيراً في هذا الجانب. فيلم من الأفلام تتم صناعته باحترافية كبيرة، ويتم تزويده بالمواد المضللة، ويتم الترويج له، يؤدي إلى نتائج خطرة جداً، وربما أثرت في العالم بحجم انتشار هذا الفيلم وتأثيره، وحصل ذلك. طبعاً مهمتنا كمسلمين ومهمتنا كمنظمات أيضاً إسلامية أن نقوم بما يجب علينا في إيضاح الصورة الحقيقية عن الإسلام والمسلمين، وأيضاً التصدي لمثل هذه الأساليب، لا سيما الفن. الفن بلا شك يحمل رسالة كبيرة، وربما رسخ في الوجدان، ولا سيما لدى وجدان الشباب، مفاهيم خطرة جدا، وربما توغل أيضا لدى الداخل الإسلامي، وأثر لدى الداخل الإسلامي أيضا. يقود هذا الخطاب ويقود هذه الحملة ويقود هذا المفهوم بوجه عام، وهو المصطلح الإسلاموفوبيا، حاليا في الغرب من يسمون باليمين المتطرف، الفار رايت. واليمين المتطرف أنواع وليس نوعا واحدا. هناك يمين متطرف متأصل الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، تسأل عن السبب لا تجد سبب، متأصل الكراهية، هذا عنصري بامتياز. ولكن الحوار معه مجدي، ونفع الحوار معه. هناك يمين متطرف من هذا النوع تم الحوار معه من قبل
رابطة العالم الإسلامي، وهم حالياً ويعلنون ذلك أصدقاء لرابطة العالم الإسلامي، وأعلنوا عن تراجعهم عن نظرياتهم بانسحاب جزئي، ونأمل أن يكون كلياً في القريب العاجل من خلال الحوار ومن خلال الشفافية في طرح الموضوعات حتى لو كانت ذات زوايا حادة. نعم، تم طرح كافة الملفات، ولذلك الحوار مهم وعامل حاسم في الجملة. طبعاً في الجملة الثاني، يمين متطرف يحمل أيديولوجية الكراهية ضد الإسلام، لكن جاءته هذه الأيديولوجية المتطرفة لسبب من الأسباب، إما قراءة تاريخية ولا موقف ولا تصريح ولا أيا كان. هذا أقل في تأصل العنصرية لديه وأسهل في الحوار معه، وهو موجود أيضا بكثرة في بعض البلدان الأوروبية وتحديدا الأوروبية. في يمين متطرف لا يحمل هذه الأيديولوجية المتأصلة وليس عنده مواقف مزعجة بالنسبة له كالثاني الذي أشرنا إليه قبل قليل، وإنما لديه قلق من تنامي المسلمين، قلق من تغيير ديموغرافي قادم، فهو يرسل هذا الخطاب ويحاول أن يطرح أطروحات ضد الإسلام والمسلمين تؤيد قلقه، لكنه يحترم التعايش معهم ويرحب بهم، لكنه قلق ويفضي بهذا القلق عبر منصات كثيرة، منصات سياسية، منصات اجتماعية، منصات حوارية، منصات دينية، يفضي بهذا ولكن يحاول أن يبرر هذا القلق، وهو بلا شك أخف من سابقين. اليمين المتطرف الرابع هو الذي لا يهمه كل ما سبق، لا يحمل قلق ولا يحمل نظرة أيديولوجية ذات سبب عابر ولا أيضا تطرف متأصل لديه. هذا القسم الرابع يحمل مصلحة سياسية بحتة من أجل كسب الأصوات. هذا اليمين حيثما كانت المصلحة يذهب إليها، ضد الإسلام ضد الإسلام، ضد جانب آخر مع الإسلام مع الإسلام، لديه قطيع يصفق له، ممكن أن يحسم معركة الانتخابات بالنسبة لديه، خاصة الانتخابات النيابية، تكثر في الانتخابات النيابية هذه البرلمانية، ويطرح هذه الورقة، وهؤلاء هو من يكثر تصريحه في منعطفات الانتخابات، وهذا مكشوف، ولكن كثيرا ما يتراجعون خاصة عند اللقاءات معهم والحوارات معهم، يتبين أنه لا يحمل أي شيء سوى مصلحته السياسية. السؤال المهم، لماذا جاء هذا المصطلح الإسلاموفوبيا؟ ما هي الأسباب؟ تكلمنا تو قبل قليل عن موضوع الآثار ودخلنا إلى شيء من الأسباب، لكن سأتحدث الآن بشكل مباشر عن الأسباب. من ضمن الأسباب وهو سبب مهم هو أن بعض أو كثير من الأقليات الإسلامية في الغرب تحديداً وفي أوروبا أكثر تحديداً لم تستطع أن تندمج اندماجاً إيجابياً مع مجتمعاتها،
تعيش في بيئة غربية، لديها دستور خاص بها، لديها قوانين خاص بها، القوانين هذه تراعي الثقافة الغربية، تراعي تحديدا ثقافة البلد الذي هي فيه، لم تستطع أن تندمج لأسباب عدة. من ضمن هذه الأسباب هو تصدير الفتاوى خارج نطاق جغرافيتها المكانية. هناك فتاوى تصدر خارج نطاق جغرافيتها في ظرفيتها المكانية وتصدر إلى تلك البلدان وتطرح موضوعات من شأنها أن تعمل صداماً حضارياً، صداماً ثقافياً، تعمل مواجهة مع الأغلبية، وبالتالي تكون هناك ردة فعل، ربما يمارس عنف، وحصلت أيضاً أساليب إرهابية أو أعمال إرهابية، بالتالي ينتج عن هذا وبشكل طبيعي وتلقائي الخوف من الإسلام. لكن هل يعني الاندماج الإيجابي الانصهار؟ لا، فرق بين الاندماج والانصهار. نحن ندعو الجميع، كل من يعيش على أرض، أن يحترم دستورها وقانونها وثقافتها وأغلبية رأيها. لا يمكن أن أذهب إلى بلد وأرتضي العيش فيه وأقول أنا لا أحترم دستوره ولا نطبق قوانينه ولا أحترم أيضا ثقافته. لا يعني الاحترام القناعة ولا الاعتقاد مطلقا. الاحترام شيء، وهو التعايش بأسلوب حضاري، التعايش بسلام ووئام، وإن كان لك وجهة نظر أخرى، قد يكون هناك وجهة نظر أخرى من داخل البلد نفسه من أهل البلد على قانون أو حتى نص دستوري، ولكن في النهاية يحترم النص. فأنت تتعامل مع هذه النصوص التي تختلف معها مثل ما يتعامل معها ابن البلد المخالف لبعضها. هناك خصوصيات دينية يتم طلب هذه الخصوصية الدينية وفق أحكام الدستور والقانون، فإن لم يكن فهذا يعني المواجهة الحضارية، عدم الاندماج، الصدام الثقافي والحضاري، عدم الوئام. عندئذ يقولون ما السبب؟ يبحثون عن الخلفية، إذا هي يحمل فكر إسلامي لا ينسجم لا يمكن أن يتعايش. ولذلك تنادي بعض الدول الغربية الآن، تنادي بإسلام تسميه باسم بلدها، قل أبي الإسلام ألف للبلد المعين تسميه، ما نبجيها باسم بعض الدول تسمى أسقط على أحد، وصل إلى هذه الدرجة. لكن لا، أنا أقول إسلام على اسمه، ولكن من يعيش في بلد يحترم قانونه، يحترم دستوره، يحترم ثقافته، إلا ما يرغب يغادر. وأرض الله واسعة، اذهب إلى بلد تجد فيه ما تنسجم مع ما تريده، سواء من توجه ديني أو من أيضا رأي فقهي، حتى أحيانا البعض يمثل توجه فقهي فقط أو رأي فقهي فقط، لا يمثل شيء مقطوع به أو مجمع عليه في الإسلام، ولا يمثل الكيان الإسلامي كله، يمثل جانب فرعي ويجعل منه قضية وجود أو عدم وجود وينشأ عنه صدام. وهنا المشكلة. أيضا من الأسباب ردة الفعل السلبية تجاه أي عمل خاطئ يصدر من محسوب على الإسلام والمسلمين، وهذه مشكلة، وللإعلام دور كبير في هذا. حتى ما أطيل، جاءت السؤال المهم
هنا ونسأل عن ما هو العلاج، كيف نعالج هذه المشكلة؟ عندنا إقرار هناك مشكلة وفيها آثار وفيها أسباب وأنها خطرة، لكن ما هو العلاج؟ أنا سأذكر لكم تحليلا لنا في رابط العالم الإسلامي لم يكن مرتجلا وإنما متأسسا. مع بالغ الأسف هناك نسبة تتجاوز 50% في اسم تحليل الإسلاموفوبيا، أكثر من 50% تقول إن سبب الإسلاموفوبيا هو من الداخل الإسلامي نفسه، من خلال الخطاب، من خلال التعايش، من خلال الاندماج، من خلال عدم التفاهم، من أشياء كثيرة. تأتي خطاب كراهية موجود، ردة فعل سلبية، تضخيم بعض الأمور، تضخيم نظرية المؤامرة، أشياء كثيرة تطرح فيها، ويقودها ما يسمى أو ما يسمى من يسمون بأصحاب نظرية أو أطروحة أو أفعال الإسلام السياسي. طبعا هو مصطلح تشكل مؤخرا ويعني توظيف الإسلام لخدمة أهداف سياسية، توظيف الإسلام لخدمة أجندة سياسية، لا يعني أن الإسلام لا يقدم رأيه أيضا في الجانب السياسي، لا نعني هذا، لا يوظف الإسلام ويختزل في هدف سياسي. ولكن الإسلام أيضا يحترم الآراء، يحترم الاجتهادات، يحترم أساليب إدارة المنظومة الوطنية أو الدولية ما لم تخالف نص صريح في الإسلام. وأيضا لدى الإسلام هنا حتى في هذه الزاوية قواعد اسمها قواعد الموازنات، قواعد الأولويات، قواعد المصالح والمفاسد، لكن تحصل هناك اندفاع ومواجهة دون النظر لهذه الزوايا إطلاقا، ودون أيضا تصور الواقع تصورا صحيحا. فكيف يمكن لشخص لا يتصور الواقع ولا الحدث ولا عنده معايرة لأبعاد هذا الحدث وردة الفعل أن يصدر منه خطاب إيجابي أو تصرف إيجابي؟ وذلك يحصل أحيانا العنف، ويحصل حتى المنظمة الإرهابية كانت هي نتيجة هذه الشطحات وهذه المزالق. طبعا العلاج يتكلم عن نشر الوعي في الداخل الإسلامي. لنشر هذا الوعي لابد من أول إجراء وقائي تحصيني وإجراء علاجي. الإجراء الوقائي يبدأ من الطفولة، من صياغة عقل الطفل والشاب الصغير، صياغة سليمة في التفكير والتعامل مع الآخرين وتصور الحياة. نعلم الأطفال كيف يفكرون، بدل ما أقول له يجب أن تحب وطنك أسأل السؤال آخر يؤدي إلى النتيجة التي أريدها، أقول له لماذا تحب وطنك؟ لأني هنا أستنطق وجدانها الوطني، وفي السؤال الأول ألقنه تلقينا يحفظ لكن لا يفهم المعنى. ولذلك أن نعلم أطفالنا كيف يفكرون هو منعطف مهم في صيغة تفكيرهم، وكيف يتعاملون مع الأحداث، وأعطيهم أيضا مهارات التواصل مع الآخرين، وأغذي لديهم أيضاً احترام الاختلاف والتنوع والتعدد في هذه الحياة. هناك اختلاف في هذه الحياة، هل يعني الاختلاف المواجهة والصدام؟ هل يعني الاختلاف الصراع بين الحضارات والثقافات؟ لا، نختلف لكن نتفاهم، نختلف لكن نتعايش، نختلف لكن نتسامح، نختلف لكن نتعاون، نختلف لكن يحب بعضنا بعضاً،
الإجراء التحصيني يقوم على مرتكزين: التعليم والأسرة، فهما من يصوغان الشخصية من الطفولة. ولذلك من المهم أن يركز التعليم مع المواد العلمية على الجانب السلوكي وصياغة الشخصية لدى الطفل ولدى الشاب. وأيضاً الإجراء العلاجي، وهو الجانب التثقيفي والتوعوي، لا بد من تعزيز فكر المسلم بأهمية استيعاب الاختلاف والتعددية في الأفكار والأديان إلى آخره، مع قناعته أيضاً بما يعتقده هو. أيضاً تعزيز فكر المسلم بأهمية احترام وجود المخالف. أنا أعتقد بأني على دين حق، لكن أحترم وجود الآخرين. عدم احترامي لوجودهم هذا شيء خطير جدا، يعني معنى هذا أني لا أرضى وجودهم، لا أحترم وجودهم وإن كنت على حق وأدين بالحق الذي أعتقده. أيضا من المهم تعزيز فكر المسلم بأهمية التعاون مع الجميع، وأيضاً تعزيز فكر المسلم بالقيم الإسلامية في التعامل مع غير المسلمين تحديداً، وأيضاً تعزيز الفكر الإسلامي بأن الأحداث التاريخية والوقائع الماضية يتحملها أهلها. لا أحاكم التاريخ ولا أستدعي ما مضى، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وأنتم مسؤول عن السابق. لكن اقرأ الآن الكتابات اللي تكتب حتى أيضا من لدى بعض الغربيين في الجانب الإسلامي والجانب الغربي، يتحدث صار في ذلك العام، صار في تلك السنة، قال فلان، ثم تحصل مواجهات وصدام في الأفكار. الماضي ماضي يتحمله أهله، حتى إذا كان هناك خطأ حتى في السياق الإسلامي المحسوب على الإسلام. طبعا إذا كان هناك خطأ في السياق المحسوب على الإسلام، أقول هناك خطأ، ما دفع. ليس أحد معصوما في دين الإسلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوحى إليه. طبعا من المهم أن أعزز في فكر المسلم قيمة الاستيعاب، استيعاب الآخرين، والأمل في غد أفضل، والأمل في التحول الإيجابي، وأيضا أن أغرس لديه قيمة السماحة والتسامح. طبعا السماحة أعلى قيمة من التسامح. وأيضا أن يتجاوز إذا كان في هذا التجاوز، وفي الغالب أن في التجاوز مصلحة، فيثمن لمن تجاوز ولمن استوعب ولمن حاور أنه أكثر تحضراً وأكثر وعياً وأكثر استيعاباً للآخرين. لكن للأسف أن كثيراً من الكتابات المحسوبة على الفكر الإسلامي الموجودة في المكتبات مع بالغ الأسف تحفز نحو الفكر السلبي والمواجهة الحضارية مع الآخرين وكراهية الآخرين في العالم الإسلامي ككل. أنا ما أتكلم عن بلد أو بلدين، في العالم الإسلامي ككل توجد كتابات وكثير، ويتداولها الشباب، وتكون أيضا ضمن منتديات وحوارات تحفز على هذا، أيضا تنشط تنشيطا سلبيا سلبيا العاطفة الدينية المجردة عن الوعي. كلنا لدينا عاطفة دينية، لكن لا بد أن تؤطر بالوعي، وإلا كانت سلباً على الإسلام وعلى صاحبها. ولذلك خلصنا. أيضاً القدوة مهم، لكن أنا أحب أن أنبه وأختم: ليس كل من حمل علماً، كل من لديه علم أنه عالم، ولا كل من حفظ فقهاً أنه فقيه.
فرق بين العالم وحامل العلم. تجد شخص يخرج يسرد عليك سرد مذهل لكنه لا فقه عنده. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا لابد من فقه، ولا يكفي مجرد حفظ النصوص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.